يمكن انطلاقا من اللي شفناه صباحا، الدولة المصرية ليها استراتيجيات عديدة. النهاردة أصبح العالم زي ما شفنا مرتبط بشكل كبير جدا، العرض من الرؤية الوطنية إلى الشراكات الدولية، كيف خلقنا جسور مهمة جدا مع العالم الخارجي لتنفيذ الرؤية المصرية من خلال شراكات دولية متعددة. يمكن اختصار للمفهوم، ويمكن من سنة 2014 في تحول في علاقة مصر مع المؤسسات التمويل الدولية ومع شركائنا الثنائيين من مختلف البلاد، وهنشوف نماذج من ده في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية. بنسعى لدفع جهود التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، ثنائيين، حكومات، قطاع خاص، مجتمع مدني، كل ده لدعم الأجندة الوطنية وما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة. إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي له ثلاث أهداف رئيسية. أولاً، تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من التمويل الإنمائي، ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية، ودي نقطة هامة جداً. ثلاثة، تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، وهنشوف المعايير الموضوعة لأنها معايير دولية. لو جينا بصينا، وزارة التعاون الدولي هي حلقة الوصل ما بين المستفيدين داخل الدولة المصرية، سواء كانت وزارات، قطاع خاص، مجتمع مدني، وما بين الشركاء سواء كانوا شركاء ثنائيين أو متعددي الأطراف. إيه هي محاور التعاون مع هؤلاء الأطراف ذات الصلة؟ عندنا التوافق على الاستراتيجيات الوطنية، في التنسيق والتفاوض، في مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، في مشاركة للقطاع الخاص، وهنشوف نماذج مهمة جدا خصوصا في الوقت اللي فات اللي كانت فيه أزمات متلاحقة وانفتاح على دول كتير جدا إنها تستغل هذه التمويلات الميسرة، منح تنموية، استثمارات للقطاع الخاص، في مبادلة للديون، في لجان مشتركة. الحقيقة أدوات متعددة لتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية أو حلقة الوصل وهي وزارة التعاون الدولي. ده بس نموذج لشركاء التنمية متعددي الأطراف، وهي المؤسسات التمويلية الدولية وهي تنموية في الأساس، البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي، البنك الأوروبي لعدالة المال والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، وغيرها من المؤسسات، وطبعا الأمم المتحدة كاعتبار أنها أكبر منظمة متعددة الأطراف، وعندنا شركاء ثنائيين وهي الدول المختلفة. ويمكن هنا الربط ما بين الثنائيين ومتعدد الأطراف مهم جدا، لأن كل مجالس إدارات المؤسسات الدولية التنموية هي في الآخر دول بنشترك بيهم في علاقات ثنائية، وهنا الدبلوماسية السياسية المتوازنة بتتيح لنا تعاون وثيق جدا اقتصاديا سواء مع شركائنا الثنائيين أو متعدد الأطراف. دي الجهات المستفيدة من البرامج والمشروعات المختلفة، منهم زي ما قلت الوزارات والهيئات الحكومية، أجهزة وجهات حكومية، جامعات، مراكز بحثية، قطاع خاص، مجتمع مدني. الحقيقة شغلنا بيبقى قاسم مشترك في كثير من البرامج والمشروعات المختلفة. يمكن تعزيزا على أنه الإدارة للدبلوماسية الاقتصادية أو للتعاون الدولي أنه يكون فعال له مبادئ حاكمة، وهذه المبادئ لها معايير دولية مهمة جدا بتقوم الدولة المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولي بتنفيذها. هذه المعايير بيأتي على أولوياتها، أو أحد أهم ركائزها هو ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الوطنية، هنا بنسميها الملكية الوطنية. والحقيقة لما بيحصل تقييم لأي بلد عن دور التعاون الدولي فيها، دي بتعتبر من أهم الركائز وأهم نقاط التقييم، ومصر الحقيقة متصدرة ده بشكل وثيق جدا. الشراكة الشاملة، يعني إيه الشراكة الشاملة؟ إنه في مشروعاتنا وفي علاقتنا مع المؤسسات مختلفة دائما القطاع الخاص موجود، المجتمع المدني موجود، وهنشوف انهم بيتدخلوا وموجودين في تدخلات في برامج ومشروعات على الارض. التركيز على النتائج، وهنشوف ازاي بنقوم بقياس فاعلية هذه التدخلات والتمويلات، في الشفافية والمسؤولية المتبادلة، ودي نقطة هامة جدا لأن كل ما نقوم به من شراكات دولية هو موثق
الموثق مش بس عندنا إحنا ولكن عند الشريك التنموي. طيب، ترجمة الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية إلى شراكات الدولية، ده بيأتي إزاي وإزاي انطلق من 2014-2015 فخامة الرئيس في مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري 2015 في شرم الشيخ. الحقيقة أعلن بشكل واضح جدا رؤية فيها مشروعات محددة دولة الرئيس استفاض فيها صباحا. هذه المشروعات كانت أيضا يعني عايزة أقول الخلفية لصياغة استراتيجيات وطنية مختلفة، استراتيجية 2030، استراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، برنامج الحكومة مصر تنطلق، وغيرها من الاستراتيجيات الهامة زي 2050 واستراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة 2035، وطبعا مبادرات رئيسية على رأسها حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة. طيب، احنا بناخد هذه الاستراتيجيات كوزارة التعاون الدولي، وبيبقى في جلسات تشاورية وتشاركية مش بس مع الدولة المصرية ممثلة في الجهات الحكومية المختلفة، ولكن أيضا مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لصياغة الاستراتيجيات القطرية اللي بتحدد علاقتنا إحنا كدولة مصرية مع مؤسسات التمويل الدولية ومع الشركاء الثنائيين. هذه الاستراتيجيات بنقوم بإقرارها من مجلس الوزراء أو مجلس النواب في بعض الأحيان، وأيضا بيتم التوافق عليها وإصدارها من مجالس إدارات المؤسسات الدولية المختلفة. ليه هذه الاستراتيجيات مهمة؟ لأنها بتحدد علاقتنا مع المؤسسات في الأوقات القادمة بشكل واضح جدا. كل ده منشور، كل ده موجود، كل ده بياخد في الاعتبار كل الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية اللي اتكلمت عنها. حاجة أخرى مهمة جدا، علاقتنا مع هذه المؤسسات علاقات وثيقة جدا، بنقوم أيضا بتنسيق وثيق على تقارير تحليلية تشخيصية للاقتصاد المصري، دراسات مختلفة. هذه الدراسات والتقارير أيضا بتبقى مدخل مستقبلا في تغيير بعض السياسات، الوقوف على كثير من الإصلاحات اللي مطلوبة في الفترة المقبلة، وده نماذج مختلفة وبتعتبر أيضا يعني عايز أقول مادة هامة جدا فيها كثير من التوصيات من خبراء سواء أجانب أو مصريين. المشروعات التنموية بين مصر وشركاء التنمية، احنا شفنا هذه الاستراتيجيات اتنفذت ازاي ومن خلال شراكات دولية شكلها او موجودة ازاي. في خمس محاور رئيسية ودولة رئيس الوزراء اتكلم عليهم الصبح: استثمار في رأس المال البشري، الامن الغذائي، زيادة الانتاجية والتوظيف، الاستثمار في البنية التحتية، وايضا الحوكمة للاقتصاد.